عايزه اخد مداخله جميله من ست اللواء الشاعر جميل، اتفضل قول لنا كلمه صغيره. اهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا بعرف نفسي، انا اللواء محمد عبد القادر، واحد من اوائل عابري قناه السويس يوم 6 اكتوبر 73. الحقيقه شرف كبير ليا النهارده اكون موجود في هذه الامسيه الرائعه بدعوه من صديقتي العزيزه الاستاذه سلوى ذكري، وزادني شرف ان انا اكون حاضر في مناسبه تكريم الشاعر الكبير سامي سلوم. والحقيقه لم اكن برضو متوقع ان اسعد بالفرقه الرائعه اللي قدمتها الفنانه الكبيره وفاء الحكيم. يعني في النهايه انا النهارده يعني قضيت وقت من اسعد اوقاتي ومدين بهذا للاستاذه سلوى ذكري، وانا بشهدكم بقى انا بطلب منها انها في كل صالون تدعوني زي ما دعيتني النبادي، وان شاء الله استجيب هذه الدعوه، وشكرا جزيلا لحضرتك. تشرف وجودك، تشرف وجودك، شكرا سياده اللواء، اهلا بحضرتك.